السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. ان شاء الله اوصفنا وصفاتنا واطباقنا النهاردة تعجبكم جدا ان شاء الله، كلها سهلة كلها جميلة جدا، وكمان في التطبيق هتديكم نتيجة روعة. يلا بينا نشوف بقى اول وصفة معانا ايه النهاردة. عندنا النهاردة كفتة البطاطس أو كفتة اللحمة بالبطاطس، طعمها حلو قوي، كمان اقتصادية لأنها بتديكي كمية كبيرة، فبتبقى حلوة قوي خاصة لو عندك عزومة، فهترمي معاكي عدد أكبر. ممكن كمان تعمليها في سندوتشات المدرسة للولاد، برضو هتعجبهم جدا. يلا بينا بقى نشوف مقاديرها. عندنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وتكون مفرومة مرتين، دايما في أي كفتة بنقول اللحمة تتفرم مرتين علشان تبقى انسجتها ناعمة أكتر. ربع كيلو من البطاطس المبشورة نية. عندي كمان بصلة مبشورة، طماطمية صغيرة مبشورة، رشة سكر، رشة من 7 بهارات أو البهارات 7، ملح وفلفل أسود. بس كده، دي المقادير، مقادير سهلة خالص، وهتستنى معاكم على الشاشة شوية عشان تقدروا تكتبوها أو تصوروها. تمام كده، المقادير قعدت معانا فترة كويسة، يا رب تكونوا كلكم لحقتوا تكتبوها. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بولة ونبتدي نعجن مكوناتنا كلها مع بعض. ادي اللحمة، تمام، والبطاطس. لو لقيتي بعد ما بشرتيها نزلت شوية مية صفيها كويس، ماشي، وضيفيها. تمام، في شوية مية هم أنا هتلفاهم، وعندي برضو بصلايه مبشورة وطماطماية، تمام، ورشة من السكر، يعني نص كيلو هتحطي له حوالي نص معلقة صغيرة من السكر، وادي البهارات 7، وعندنا الملح، والفلفل، دول أساسي معانا. وعامة اللحمة ما بتحبش البهارات الكتير علشان طعمها يبقى ظاهر معايا وطعمها حلو. هنبتدي نعجن، ونعجن كويس قوي عشان ناخد نتيجة كويسة. عايزاكم تجربوها، هي تحفة جدا، وطريقتها كمان سهلة خالص، وطعمها بيبقى جميل، وزي ما قلتلك هي اقتصادية لأنها بترمي معانا كمية كبيرة، ضيفن لها بطاطس وضيفن لها بصل وطماطم، كل ده بيزود من الكمية وكمان بيدي طعم حلو جدا. وزي ما اتفقنا وبقينا كلنا عارفين إن أي كفتة العجن الكويس هو سر التماسك بتاعها. تمام، كل ما عجنتيها اكتر كل ما هتبقى متماسكه ومش هتفك منك وتشقق وتعمل حاجات مش لطيفه. بالشكل ده. طيب التشكيل بتاعها بقى، ممكن اشكلها شكلين. نجيب بس الصواني بتاعتنا، وهنحط شوية زيت صغيرين، وبفرشة كده هندهنهم. تمام، ممكن نعملها ازاي بقى؟ ممكن اشكلها زي البرجر بس صغيرة شوية، يعني اقراص كده بالشكل ده اهي، بالشكل ده، وهنرصها في الصينية. ومعنا حبيبة، اهلا حبيبة. اهلا يا طن. اهلا يا حبيبة، ازيك؟ عاملة ايه يا طن؟ انا كويسة يا روح طنط والله. انتي عسولة خالص.
والله انا حبيت اتصل بيكي جدا عشان انا بحبك جدا، خلي بالك. حبيبتي والله انت عسولة خالص. ميرسي يا بيبو، والله انا كمان بحبك جدا. ربنا يكرمك يا روحي. ماما عامله ايه؟ الحمد لله. سلمي لي بقى عليها كتير. سلمي لي عليها كتير وخليها تجرب الكفته دي وتعملها لك يا حبيبه. ماشي يا ماما. ماشي يا روح قلبي، نورتيني باتصالك يا قمر. عسوله خالص يا بيبو، ميرسي يا حبيبتي. تمام، اقراص بالشكل ده زي ما قلت تقدري تعمليها، وتقدري تعمليها كمان صوابع، مش هتقول لك لا. زي ما قلنا ممكن نعملها في سندوتشات للولاد لو حابين ياخدوا معاهم مثلا صنف لحوم ولا حاجه، هتبقى حلوه جدا كده. التسويه بتاعتها اقدر اسويها كمان على البوتاجاز، واقدر اسويها في الفرن، مفيش مشكله. وهقول لك كده ازاي وكده ازاي. ومعانا ام احمد، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام فاطمه؟ الله يخليكي يا حبيبتي، ازيك انت عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، منوره والله، نورتي القناه بصراحه والله. ميرسي يا روحي، والله منوره بيكوا انتوا والله. والله العظيم حبيبتينا في وقت الفرجه على البانوراما في الوقت الجميل ده بصراحه. حبيبتي والله ما تحرمش منك ابدا، كلك ذوق. تسلم ايدك يا مدام فاطمه، تسلم ايدك يا حبيبتي. حبيبتي ما تحرمش منك ابدا يا رب. ما تحرمش منك حبيبتي. الله يخليك، تسلمي لي يا روحي، نورتيني والله، ميرسي لاتصالك بجد. تمام، هنخلص بس اول صينيه او اول تشكيل معانا. زي ما قلت لكم ما شاء الله بترمي كميه حلوه قوي، يعني انت لو عندك ضيوف جددي واعملي الكفته دي، هتعجبهم جدا، وفي نفس الوقت كمان هتطلع معاكي كميه حلوه تكفي ضيوفك، وتبقي مبسوطه كده، وتعملك سيرفيس محترم يطلع على السفره شكله حلو قوي. تمام، وده كان اول تشكيل معانا، عملناه زي البرجر تمام بالشكل ده. طيب التاني هعمل فيه ايه؟ هاخدها كلها كده، انا مستعجله ومش فاضيه ورايا شغل او ورايا مذاكره بقى للولاد، احطها في الصينيه وبططها كده. وتبقى اسرع كفته في التاريخ، هتعمليها في ثواني، مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود، ونتيجتها حلوه جدا. تمام كده بططناها كويس. زي ما اتفقنا هنسويها ازاي، هحطها ممكن على النار واغطيها ورق فويل واسويها تستوي معايا زي الفل، ومش هيجرى لها اي حاجه، بالعكس هتبقى طريه وحلوه جدا. ممكن كمان لو انت مش حابه تحطيها على النار، عايزه تدخليها الفرن، مفيش مشكله خالص، هتدخليها الفرن على الرف الوسطاني، او خليها تحت شويه يا دوبك بس تغلي، وبعدين حطيها على الرف الوسطاني لغايه ما تتشرب ميتها، وهتلاقيها استوت. ممكن كمان بعد ما تخلصي الكفته وتستوي خالص، هتجيبي فحمايه تكون ولعه، وتحطي ورقه فويل كده، وتحطي فيها الفحمايه ونقطه سمنه او زبده او زيت، وتغطي عليها. دي هتخليها لك كانها زي الكفته المشويه، وطعمها بيبقى حلو قوي. ومعانا مدام هيام، اهلا مدام هيام. الو السلام عليكم. عليكم السلام، الله يخليكي، ازيك اخبارك؟ اهلا بيك يا روحي قلبي، تسلمي لي. ميرسي يا روحي والله. ربنا يخليك يا شيخ فاطمه، ربنا يكرمك. ربنا يعزك يا قلبي. انا صايمه. الحمد لله قاعده بقول ربنا يسترها معاكي ويخليكي لاولادك ويديكي الصحه يا رب. حبيبتي والله، ربنا يبارك لك واياك يا رب ان شاء الله. انا بحبك جدا، بحبك جدا جدا، وبحب اللي بيحبك كمان. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. ما تحرمش منك، ايه الكلام الجميل ده والله، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. اللي في الدنيا كلها كل صفه حلوه فيكي، يعني ما شاء الله، الوقار والاحترام الاخلاق العاليه، حقيقي انا بحبك جدا جدا. تسلمي لي يا رب، ما تحرمش منك بجد، ولا من ذوقك ولا كلامك الجميل ده. تسلمي لي يا رب، وعلى راسي من فوق كلامك بجد، انا مش عارفه اقول لكم ايه، تسلموا لي وما تحرمش منكم ابدا. بجد عايزه اقول لكم حاجه، انا كان في حلقه اللي هي بتاعت اول يوم دراسه، اول سيجمنت ما جاش فيه مكالمات خالص، انا بقيت واقفه متضايقه جدا، قلت ايه الناس خلاص. بجد انا مكالماتكم دي بتسعدني بشكل مش قادره اقول لكم بتسعدني قد ايه، انا ببقى فعلا مش عارفه ارد من كتر الكلام الحلو. ما تحرمش منكم ابدا، وتسلموا لي ودايما معايا، دايما بقول لكم انتوا سند وظهر ليا، انا من غيركم ولا حاجه، تسلموا لي يا رب. طيب خلصنا الكفته وحطيتها اهي في الفرن، هنا وهنا اهو على ارضيه الفرن، احس بس ان هي ابتدت تغلي كده، وهطلعها على الشبكه. ممكن كمان اولع عليها الشوايه، هي الكفته اصلا ما بتحتاجش وقت خالص، طول الوقت عليها هينشفها مش هيديني نتيجه كويسه. تمام، طيب احنا كده تمام، هنطلع فاصل، في معلومات ولا حاجه تنزل قبل الفاصل؟
طيب هنشوف المعلومات وبعدين نطلع فاصل صغير. شفنا المعلومات، يا رب تكون افادتنا. هنطلع فاصل صغير خالص، اوعوا تروحوا في اي حته، انا مستنياكم. تاني وما تأخرناش عليكم خالص، هنجهز لوصفتنا التانية ونبص كده الأول على الكفتة أخبارها إيه في الفرن. أهي ابتدت بصوا من تحت تغلي كويس، تمام. هسيبها بقى تستوي وتتشرب ميتها براحتها، هي مش هتطول في السوا وهتاخد لون حلو وهتطلع معانا على طول. تاني وصفة معانا إيه النهاردة؟ عندي عيش أو خبز التميس، ده مشهور في الخليج، هو أصله أفغاني بس مشهور في الخليج، والناس اللي راحت السعودية اعتمرت أو حجت أو أي حاجة يعني هتعرف العيش ده طعمه حلو جدا، كلنا حبيناه لما دقناه. تعالوا نعمله مع بعض النهاردة إن شاء الله، وطريقة تكون سهلة ويطلع معاكم حلو جدا. نقول مقاديره، عندي أربع كوبايات دقيق منخول، معلقتين كبار خميرة، كوباية مية دافية للعجن، 3 معالق كبار من الزيت، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة ملح. وللوش هنعمل عايزين معلقتين كبار دقيق وكوباية مية وسمسم وحبة البركة، وهنحتاج كمان زبدة علشان ندهن بيها السجان بتاعتنا، تمام. هنخلي المقادير شوية علشان الناس تقدر تصورها. تمام، يلا بينا بقى نشتغل. هناخد الدقيق المنخول بتاعنا هنحطه في العجان، ولو مفيش عجان زي ما اتفقنا مفيش مشكلة، العجين أمره سهل جدا ورياضة حلوة قوي. هنحط السكر والخميرة، وزي ما بقول لكم كل مرة لو متأكدة من الخميرة بتاعتك اشتغلي على طول، لو انت بتجربيها لأول مرة حطيها هي والسكر في المية الدافية وقلبيهم وسيبيهم 5 دقايق، لو فارت وعليت يبقى هي كده تمام، كملي واشتغلي. لو ما فارتش اعرفي ان كده هتبوظلك الوصفة اللي انت بتعمليها، فما بتبدأيش فيها من اساسه، تمام. دي حاجة اساسية لو انت بتجربي نوع خميرة لأول مرة، تمام. هحط الخميرة وادي السكر، تمام. هلفهم بس شوية المواد الجافة دي مع بعض، وهنزل عليهم بالزيت. هما دول 3 معالق صغيرين، هزودهم شويه يعني حاسه مش 3 معالق مظبوطين يعني، تمام. وذره الملح اساسيه معانا في اي معجنات. ومعانا اماني، اهلا اماني. مساء الفل على احلى شيف في الدنيا طبعا. مساء الورد والفل والياسمين كمان. انا متصله بس عشان اقول لحضرتك، والله حضرتك مستكتره الكلام اللي الناس بتقوله على حضرتك، بس في الحقيقه يعني بجد هو قليل جدا 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 على اللي حضرتك تستحقيه. اولا اخلاق مفيش زيها في الدنيا، تواضع رهيب، بشاشه وش طبعا يا رب اكون عند حسن الظن عليها، مش هنقدر نوفي طبعا حق حضرتك نهائي. ميرسي والله. وطبعا وصفات ناجحه مش نسبه 100% مليون في الميه، فحضرتك بجد يعني مش حبيبتيني انا عن نفسي بقى مش في الطبخ، لا بجد في الحياه كلها يعني حضرتك تحقي اكتر من كده. طب عيط. مليون الف مره. طب عيط. طيب ودي حقيقه مش كلام مجامله، ومتاكده ان اي حد بيتصل مش بيجامل حضرتك، لا حضرتك فعلا دي حقيقه تستحقي اكتر من كده بكتير. ميرسي والله بجد، يعني ربنا يبارك لحضرتك في صحتك وكل حاجه في الدنيا حقيقي. حبيبتي والله تسلمي لي وتعيشي، بجد والله يعني يا رب يا رب اكون عند حسن الظن بجد، تسلمي لي ويسلم ذوقك وتسلموا لي كلكم والله.
طيب احنا خلطنا هنا الدقيق مع السكر والخميرة وذرة الملح، وحطينا كمان 3 معالق كبار من الزيت، وهبتدي انزل بالمية الدافية اللي هي كوباية، وهننزل بيها تدريجيا علشان كل دقيق بيختلف عن التاني. ومعانا نادية. اهلا نادية. اهلا نادية. الو، ازيك يا نادية؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ كويس الحمد لله يا حبيبتي، دايما يا رب. طيبة. وانتي طيبة يا روحي، وانتي طيبة وسعيدة ان شاء الله. انا بحب حضرتك قوي. وانا بحبكم جدا والله، ربنا العالم بجد. ربنا يبارك في حضرتك. تسلميلي يا روح قلبي، تسلميلي. كنت عايزة اعرف كريب البيتزا. كريب البيتزا؟ حاضر. هي عجينة الكريب زي ما احنا عملناها بالظبط، وهتحشيها بحشوة البيتزا. تمام، هو عادية خالص. ممكن كمان تعملي الكريب نفسه كده وتحطي عليه البيتزا وتدخليه الفرن، هيبقى تحفة معاكي. انت شفتي حلقة الكريب معانا؟ قفلتي؟ طيب خلاص. ماشي، ميرسي يا نادية، تسلميلي ويسلم اتصالك. تمام، هننزل بكوباية الدقيق زي ما اتفقنا، حبة بحبة لغاية كوباية المية، لغاية ما العجينة معانا تلم عجينة. ممكن تاخد اكتر من كوباية، وعجينة تاخد اقل، يعني على حسب نوع الدقيق. تمام، احنا لسه محتاجين مية برضو. بسم الله. حلو قوي، شايفين اهي، هي عايزه تتخدم كمان شويه، يعني عايزه تتعجن اكتر علشان تظبط معانا. بس ادي القوام بتاعها، قوام طري ماشي مش ناشف. العجينه لما بتكون ناشفه بتديني نتيجه مش حلوه خالص. ومعانا ام محمد. اهلا ام محمد. اهلا حبيبتك. اهلا حبيبتي، ازيك؟ تسلمي لك على كل اللي بتعمليه. تسلمي يا روحي، تسلمي وتعيشي يا رب. الشاشه والله انتوا اللي منورين الدنيا كلها. الله يخليكي. الله يكرمك. قول لحضرتك، بصي انا ليا طلبين، ممكن؟ يا حبيبتي اتفضلي اموري. بصي حبيبتي، انا عندي 65 سنه الاول. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. الو الو، سامعة حضرتي؟ ايوه سامعاكي، اتفضلي. فجوزت ولادي، واخر واحده بقى اديتها الغساله بتاعتي اتجوزت بيها. وانا ما عنديش غساله وتعبانه وما بقدرش والله اغسل على ايدي. ومحتاجه اعمل عمليه في عينيا الاثنين، عندي ميه زرقاء وميه بيضاء. ربنا يشفيكي يا رب ويعافيكي يا حبيبه قلبي يا رب. الله يحفظك. بس نفسي طيب. حتى في الغساله اللي بتعصر عشان عظمي كله وجعني والله. مليون سلام عليكي. بصي سيبي رقمك لجنه في التليفون في الكنترول، وان شاء الله يتواصلوا معاكي باذن الله يا حبيبتي. مرسي لاتصالك، وربنا يا رب يفك كربك وكرب كل متضايق ان شاء الله. تمام، انا هنا عملت ايه؟ دي السجون بتاعتي اللي هدخل فيها العيش الفرن، عايزه دهنه محترمه كده من الزبده او السمنه ضروري بالشكل ده. عجنتنا خلاص احنا عجناها وسايبينها بقى تخمر. تمام، هعمل فيها ايه؟ ادي العجينه بتاعتي ومعانا ايمان. تمام، خمرانه وزي الفل. هاخدها كده وهفردها على الصاج بالشكل ده. معانا ايمان. اهلا ايمان، ولا الخط قطع فصل؟ تمام، بصوا العجينه لينه، وعشان خمرانه ومرتاحه فهي ايه، تتفرد معايا بسهوله. انا عايزه افردها بسمك سنتي، يعني تكون تخينه كده، ما تكونش رفيعه. باين معانا هنا اهو، بصوا سمكها تخينه ماشي مش رقيقه. والتانيه كمان، وبصه كده على الكفته بتاعتنا الحلوه دي، ريحتها طلعت كده. بسم
بسم الله زي الفل اهي. خلاص كده 10 على 10، احطها بس فوق شويه تاخد لون اكتر، وهنا كمان. صهد. تمام، هناخد الثانيه برضو. ومعانا ام رضا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا شباط، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. ازيك؟ طيبه يا روحي. وانت طيبه يا قلبي. اخبارك ايه؟ عايزه مقادير القرص الطريه. حاضر، عينيا الاثنين. والكيكه لو سمحتي، انا معايا الورقه والقلم اهو. طيب حاضر، عينيا. حاضر يا حبيبتي، حاضر يا روح قلبي. شكرا يا عسل. ميرسي يا روحي، تسلمي لي يا رب. ودي تاني واحده فردناها بالشكل ده. تمام، خلاص هنفردها زي ما اتفقنا بسمك سنتي واحد. وتعالوا بقى نعمل، نشوف هنحط ايه على الوش. انا هطفي على دي او اطلعها الكفته دي. خلاص كده كفايه عليها قوي اهي. تمام، والتانيه لسه قدامها سنه. حل على النار واحط فيها كوبايه ميه. تمام، وهنحط فيها معلقتين من الدقيق. الخلطة دي هنعملها علشان نحط منها على وش العيش. تمام، نجيب حاجة خشب، هنقلب الدقيق في المية وهي لسه باردة، لأننا لو حطيناه في المية سخنة طبعا زي ما انتوا عارفين هيعمل كلاكيع، وطبعا القوام بتاعه هيتقل دلوقتي على طول. تقل وبقى معايا خليط زي المهلبية اهو، ونطلع ده كمان. بسم الله، بيطلع دخان رهيب. ماشي اهي، هي ارضية الصينية لسعت شوية بس الكفتة تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هلبس الجلافز عشان الخليط كمان سخن. بصوا هناخد شوية كده، هو المفروض ان انا اسيبها تهدى شوية. تمام كده، واخد شوية اوزعهم على وش العجينة او وش العيش اللي انا عملته فردته ده اهو كده. تمام، والناحية التانية كمان واضحة معانا خالص، كأني عملت مهلبية بس بدقيق ومية. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ بصوا هنبتدي نشكل فيها كده. تمام، والتاني كمان. زي الفل. ممكن بقى نرش على الوش سمسم، هنعمل واحدة بالسمسم اهي وواحدة بحبة البركة. ممكن نحط الاتنين. تمام كفاية، وندخلهم الفرن على الرف، على أرضية الفرن. تمام، ونكون مخلين الفرن سخن على درجة حرارة 200 علشان ده عيش ومش عايزين يطول في الفرن. أول ما ياخد لون ذهبي من تحت هنطفي تحت ونشغل الشواية من فوق، ده لو فرنك ما بيشغلش الاتنين مع بعض. تمام، بسم الله. في معلومة؟ خلاص تمام، هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، استنوني.
رجعنا لكم تاني. العيش بتاعنا بيتخبز في الفرن اهو زي الفل، وعندي دي الكفته اهي عملناها وقدمناها، شايفين شكلها تحفه، ما خدتش مننا 10 دقايق واحنا قاعدين مع بعض، جميله جدا وزي الفل. بصوا كمان من تحت اهي، حلوه مستويه وجميله جدا، والبطاطس ما خليتهاش لا تكش ولا يجرى لها اي حاجه، محتفظه بشكلها، وكمان طعمها بجد حلو جدا. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. يلا بينا بقى نشوف احنا معانا ايه تاني. دلوقتي معانا البسيسه، كان في اخت طلبت مني عايزين حاجات بدقيق الذره، لان دقيق الذره مفيد فعلا، هو مفيد جدا، فهنعمل منه النهارده البسيسه. البسيسه هنعملها النهارده بالبرتقان، بس انت تقدري تعمليها باللبن عادي جدا، انك هتغيري بس مقدار البرتقان، عصير البرتقان، وتحطيه لبن، تمام. يلا نقول بقى المقادير. عندي كوبايه من عصير البرتقان، معلقه كبيره من بشر البرتقان، وبنبشر الحته اللي هي بتبقى لونها برتقاني من بره، بلاش نغوط على الابيض بتاعها لانه بيبقى مر، تمام. كوبايه من دقيق الذره الاصفر، ونص كوبايه دقيق اللي هو الابيض العادي، باكو بيكنج باودر واربع بيضات، ومعلقه فانيليا، ونص كوبايه زيت او زبده او زيت على زبده او سمنه براحتك خالص، اي ماده دهنيه متوفره عندك، وكوبايه سكر، وطبعا ذره ملح بسيطه جدا، تمام. دي مقاديرنا للكيك. انا بس محتاجه المضرب، هجيبه انا. تعالوا نبص على العيش بتاعنا كده اخباره ايه. بسم الله، ابتدى ياخد لون من تحت اهو، تمام. هرفعه فوق علشان وشه كمان يتحمر، ونبص على التانية كمان. بسم الله، برضو نفس النظام اهي، ابتدت تاخد لون من تحت. يلا بقى نرفعها عشان تاخد لون من فوق. زي الفل، شغال وجميل جدا، وريحته كمان حلوة قوي. يلا بينا نشتغل في الكيك بتاعنا. هنحط كل السوائل، هحط بس البيض الأول ومعاه بشر برتقان، ده بيغنيني عن الفانيليا، بس برضو لو حابة تحطي فانيليا كمان مفيش مشكلة، بس البشر البرتقان بيضيع أي زفارة للبيض، تمام. هحط كمان معاه رشة من الفانيليا، على فكرة ممكن تعمليها كمان في الخلاط، حطي كل السوائل دي مع بعض، البيض والزيت والبشر البرتقان والفانيليا، وتخلطيهم كويس، وبعدين تحطي عليهم كمان السكر. تمام، زي ما اتفقنا نقدر نعملها في الخلاط عادي جدا، مش هتقول لا، وهتطلع معاكي جميله قوي. هنا بقى ده دقيق الذره الاصفر، ده بقى متوفر جدا في السوبر ماركت، باكت بواكي يعني زي الدقيق الابيض موجود، وادي الدقيق الابيض العادي، احطهم على بعض. وعندنا كمان البيكنج باودر، وما ننساش ذره الملح، تمام. وهنقلبهم مع بعض ونضيفهم للخليط السائل اللي عندنا. بسم الله، you
معانا مين؟ ام حسن، اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله، الحمد لله والله. منوره القناه كلها. حبيبتي بنوركم انتوا والله. نورت حياتنا كلها. حبيبتي تسلمي لي والله، تسلمي وتعيشي يا رب. والله نورت الدنيا في حالها. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي كلك ذوق. ربنا يديك الصحه يا رب ويديمك علينا نعمه يا رب. امين يا رب، ويديمكم عليا نعمه في حياتي والله. والله ما تعرفيش احنا بنستناكي بالمعاد حبيبتي، فاضل في ايدينا كله. حبيبتي والله كتير عليا والله الكلام الحلو ده، تسلمي لي والله. والله ده اقل حاجه والله. حبيبتي تسلمي لي يا روحي، ما تحرمش منك ابدا من حبيبتي والله. حبيبتي ربنا يبارك لي فيك يا رب. بس هسالك سؤال لو سمحتي. اتفضلي. الدقيق اللي انت عملتي في دي العيش، دقيق عادي، جميع الاستخدامات ولا نوع؟ جميع الاستخدامات. طب يا حبيبتي ماشي يا روحي. طب البطاطس اللي اتحطيتيها على اللحمه قد ايه؟ في حدود قد ايه كده من السكينه؟ يعني نص عليه. كيلو اللحمه حطينا عليه ربع كيلو بطاطس، وتقدري تزودي شويه كمان مش مشكله يعني. تمام. طب ونيه. شكرا شكرا قوي. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي يا روح قلبي، نورتيني والله نورتيني. انا عايزه ابص على العيش بتاعنا اخباره ايه عشان ما نسهاش عليه. بسم الله، شكله حلو قوي، عايزه ابص عليه من تحت برضو. الاخبار ايه ايه ايه؟ دي كويسه. بسم الله، حلو جدا، واخد لون حلو من فوق ومن تحت، واستوى والدنيا زي الفل. ممكن بس ايه اطفي من تحت واشغل بس الشوايه ياخد لون. الشوايه تمام اعتقد كده، تمام. وده كمان اهو. بسم الله، حلو جدا، لونه حلو، فاضل له بس شويه برده من فوق وهيبقى زي الفل. تمام، نكمل الكيك بتاعنا. تمام، ادي قلب الكيك بتاعي. قبل ما ابتدي اشتغل في الكيك لازم يكون جاهز مدهون زبده ومرشوش بالدقيق، عشان اول ما نخلص لازم نصب الخليط بتاع الكيك اهو. خلصنا، بالشكل ده اعتقد. بس هو محتاج معلقتين دقيق كمان لان الخليط سايل شوية. بسم الله، ده القوام اللي احنا عايزينه اهو. تمام، وهنفضيه على طول في القالب. القالب ده مقاس 26. تمام، ريحتها حلوه قوي، ريحه البرتقال باينه فيها جدا، وبشر البرتقال كمان. هتخش على درجه حراره 170، ما بتاخدش في الفرن حوالي في حدود نص ساعة وتكون استوت وزي الفل. هندخلها الفرن على الرف الوسطاني بس بعد ما اطلع العيش. فاصل صغير خالص وراجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني وما تأخرناش عليكم. طلعت بس العيش من الفرن وتعالوا كده نقطع منه حتة ونشوف شكله ايه. هو شكله جميل وريحته حلوة قوي. بصوا من الظهر بتاعه تحفة جدا، هنفتحه كده ونبص عليه. تحفة تحفة بجد. بصوا من جوه طري تمام، مقرمش من بره وطري من جوه. يلا عندنا كمان وصفة ايه؟ عندنا وصفة سلطة حلوة قوي، سلطة الفاصوليا. عفوا، من السلطات اللي بناكلها في المطاعم وبيبقى طعمها حلو قوي، ويعني بنقعد نفكر هي معمولة ازاي وكده، فنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وطعمها بيبقى حلو قوي، كمان مغذية جدا لان فيها كمية خضار محترمة. تمام، معنا ايه؟ نشوف المقادير بتاعتها. عندي ربع كيلو فاصوليا خضراء، بصوا يعني مقطعة بالحجم ده كده، وهي في يعني مسلوقة في مية مغلية، تنزل في مية مغلية مدة من 5 دقايق لـ7 دقايق بالكتير عشان تطلع معايا اللي هي ايه، مش مهرية. تمام، ومصفينها كويس. وعندي نص كوباية فاصوليا بيضة مسلوقة او حمراء المتوفر برضو عندك، كوباية فلفل من الوان متقطع شرايح رفيعة، بصلة من البصل الاحمر ويفضل البصل الاحمر عن الابيض متقطع شرايح رفيعة، ربع كوباية زيت، ربع كوباية خل، ربع كوباية عصير ليمون، ومعلقة كبيرة عسل ابيض وملح وفلفل. طريقة سهلة والمكونات كمان متوفرة عندنا في البيت. هجيب بولة بسرعة. تمام، دي معلقة. هحط هنا بصوا الخل والليمون والعسل، معلقة عسل كبيرة تفرق في الطعم جدا، بتخلي الطعم حلو قوي. تمام، وعندي كمان الزيت والملح والفلفل، يعني حوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة ملح، وهنقلبهم بقى كويس مع بعض. هتقلبيهم هتلاقي الخليط بيتقل معاكي. ومعانا مدام سوسن، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبسوطه جدا ان انا اتصلت بحضرتك. حبيبتي انا اسعد اكيد. طب لو سمحتي انا عايزه طريقه العيش التونسي دوت مره ثانيه عشان انا مشفتوش. حاضر، عينيا الاثنين، ننزل بيه ان شاء الله دلوقتي على طول. ميرسي يا حبيبتي لاتصالك، نورتيني. تمام، ممكن نحط المقادير على الشاشه وانا شغاله. انا عملت كده، ده الدريسنج او التتبيله اللي هنتبل بيها السلطه بتاعتنا. حطيت ربع زيت، ربع خل، ربع عصير ليمون مع الملح والفلفل، وكمان حطينا معلقه كبيره من العسل. هحط ايه هنا؟ هحط البصل. تمام، ويفضل ان انا انقع البصل كده حوالي نص ساعه في التتبيله دي وبعدين اكمل الوصفه، بس عشان الوقت بقى هنعتبر ان احنا نقعناه. وهنزل بقى بكل الخضار بتاعي، فاصوليا، وعندي الفلفل، وعندنا كمان الفاصوليا، دي فاصوليا حمراء، تقدري تحطي فاصوليا بيضة اللي متوفر، مش هنقول لا. تمام، وهنقلب كله مع بعضه. يا ريت بس ننزل تاني مقادير العيش. ماشي يا حبيبتي. ومعانا ياسمين، اهلا ياسمين. الو، ازيك؟ ممكن لو سمحتي تقولي لي طريقه العيش اللي حضرتك كنت عاملاه دلوقتي؟ عينيا هتنزل تاني على الشاشه دلوقتي على طول. عينيا ياسمين. تمام، بصوا الوان السلطه تحفه جدا. نصيحه بقى، لما تعملي السلطه دي اوعي تقدميها وقتها عندك عزومه، اعمليها من قبلها بيوم، حطيها في الثلاجه او على الاقل يوميها الصبح وتحطيها في علبه وتقفليها كويس وتحطيها في الثلاجه، ده هيخلي طعم السلطه احلى بكتير. تمام، هنفضيها بقى في بوله السلطه او بوله التقديم. تمام، خبز التميس المقادير بتاعته على الهوا، يلا بقى صوروها واكتبوها، وبعدين عايزاكم تجربوا وتقولوا لي رايكم ايه. تمام، وضحت كده خلاص المقادير بتاعت العيش. عجننا
او قلبنا المواد الجافه مع بعض وبعدين عجننا بالميه الدافيه لغايه ما تحصلي على عجينه لينه، وبعد كده هتسيبيها تخمر، وبعد ما تخمر هتقطعيها نصين وتفردي كل نص على صاج مدهون زبده كويس، وتدخليه الفرن زي ما شفتي على ارضيه الفرن. لما ياخد لون ذهبي من تحت هتولعي له الشوايه عشان يتحمر من فوق. بس قبل ما دخلناه الفرن عملنا خطوه مهمه جدا، حطينا كوبايه ميه بارده عليها معلقتين دقيق، قلبناهم على النار لغايه ما بقوا زي المهلبيه كده، ودهنا بس بيهم وش العيش عشان يطلع معاكي بالشكل الجميل ده. طريقته سهله وطعمه تحفه، كلنا بنحبه خصوصا اللي كلوه قبل كده. وصفات النهاردة كانت سهلة خالص، يا رب تجربوها ويا رب تنال إعجابكم. كده هنختم ولا إيه؟ ولا عندنا لسه وقت؟ تمام حاضر خلاص تمام. الحلقة كانت لطيفة جدا، مكالماتكم أسعدتني جدا جدا، ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني دايما. بحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.